بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، قبل لحظات بحفظ الله ورعايته وتوفيقه انطلاق الشوط 14 في مجموعة أشواطنا في سباق صباح هذا اليوم بكار مهجنات صايل إذاع. مسافتنا هي 5 كيلومترات، وهناك على المركز الأول على مقدمة الشوط مياسة ماخذ المركز الأول للسيد الحميدي بن عبد الله الشامسي، تليها مباشرة المركز الثاني الخالدية للسيد خالد بن سعيد بن محمد الربيعي، والمركز الثالث هناك مودة ولا مهجة للسيد سعيد بن حمد سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي ماخذ المركز الثالث، والمركز الرابع الخوارة أخذت المركز الرابع السيد حميد بن محمد بن حارب الشامسي، والمركز الخامس اللي هي شعاع السيد حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي ماخذ المركز الخامس، والمركز السادس الهايلة السيد سهيل بن سليم بن أسود العامري ماخذ المركز السادس، والمركز السابع بلشف المركز السابع للسيد سلطان بن علي بن هناوي الاجتبي، والمركز الثامن بنشوف المركز هناك الثامن خداعة للسيد سعيد بن راشد بن سرداح الاجتبي، والمركز هني بنشوف المركز التاسع الشامخة أخذت المركز التاسع سهيل بن سالم بن سعيد بن غدي الاجتبي، والمركز هناك العاشر احترام خذت المركز العاشر للسيد محمد بن راشد بن قحيد المهيري. هذه هي النتيجة، نتيجتنا للعشرة المراكز الأولى مشاهدين الكرام في هذا الشوط، شوط الإذاع، شوط المهجنات. يا سلام يا سلام، هناك 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 بيستوي تغيير على المركز الأول الخالدية للسيد خالد بن سعيد بن محمد الربيعي ماخذ المركز الاول، لكن هناك الشاعر هناك ابو حمد هناك موده اخذت المركز الثاني ولا مهجه للسيد سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي. يا ابو عسكور خليك مع الجماعه، خليك هناك على المركز الاول، هناك على المركز الثالث اللي غيرت وخذت المركز الثاني مياسه للسيد الحميدي بن عبد الله الشامسي، والمركز الثالث هناك يا ابو سيف يا ابو سيف لا هناك خله شعاع شعاع اخذت المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي، ونقلتنا على المركز الرابع رابع المراكز هني الخواره للسيد حميد بن محمد بن حارب الشامسي، خامس المراكز اللي هي الهايله للسيد سهيل بن سليم بالاسود العامري، والمركز هني الخامسه بنشوف الخامسه الخالديه للسيد خالد بن سعيد بن محمد الربيعي، والمركز السادس بنشوف المركز السادس ولا السابع هناك السابعه وين السابعه؟ خداعه اخذت المركز السابع ولا مهجه؟ مهجه للسيد سعيد بن احمد بن دري الفلاحي، هناك بلشه للسيد سلطان بن علي بن سلطان بن هناوي الاجتبي، وهناك المركز التاسع ولا العاشر هناك العاشر مشاهدينا الكرام طلب للسيد محمد بن سلطان بن مطر بن مارخال الاجتبي. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء في هذا الميدان، ميدان الذهب ميدان الذهب ميدان الهباب، يا زينك زيناه يا هذا الميدان، ما شاء الله تبارك الله. هناك مياسة، بنعود إلى مياسة ماخذ المركز الأول للسيد حميدي بن عبد الله بن حميد الشامسي ماخذ المركز الأول، لكن هني المركز الثاني اللي هي مهجة لسعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، وهناك على المركز الثالث ثالث المراكز مشاهدينا الأعزاء الهائلة أخذت المركز الرابع للسيد سهيل بن سليم بالاسود العامري، والمركز الثالث اللي غيرت خلاص المركز الثالث
في هذه اللحظات شعاع للسيد حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي، والمركز هناك الخامس الخواره للسيد حميد بن محمد بن حارب الشامسي، وهناك المركز السادس مياس، المركز السادس للسيد حميدي بن عبد الله بن حميد الشامسي. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام، هذه هي النتيجه، والخواره ماخذ المركز الاول للسيد حميد بن محمد بن حارب الشامسي. يا الله دير بالك يا الشامسي، دير بالك يا الشامسي، ترى الجماعه جايين، الجماعه جايين. ها ها شوف 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 ابو سيف، شوف ابو سيف، حرك حرك ابو سيف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله. شوفوا الاربع، اربع في موقع واحد، اربع في موقع واحد مشاهدين الاعزاء. يا سلام شعاع اللي للسيد حميد بن سيف بن حميدان، ولكن المركز الاول هناك، هناك على المركز الاول الخواره، الخواره للسيد حميد بن محمد بن حارب الشامسي، وهني المركز الثاني، هني المركز الثاني، لكن هناك شعاع، شعاع ولا الهائله خلت المركز الثالث، خلت المركز الثالث من الجنب الثاني، من الجنب الثاني مشاهدينا الكرام للسيد سهيل بن سليم بن اسود العامري، والمركز الرابع لك يا بن مرخان بلشه السيد سلطان بن علي بن هناوي الاجتبي، ولكن خلوني على المركز الاول، خلونا هناك الهائله الهائله الهائله، والله يا الهائله ماخذ المركز الاول، والعصاقوس العصاقوس مشاهدين الكرام ما يتهي اوامر للسيد سهيل بن سليم بالاسود العامري. يلا يا العامري، يلا يا العامري، والله جايين جايين الجماعه، الجماعه جايين. الله هذه اللي واصله، هذه اللي وصلت، ما مهجه مهجه. يا سلام يا الشاعر، يا سلام يا الشاعر، الله يوفقك الشاعر. هذه مهجه مشاهدينا الكرام للسيد سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي. يا سلام يا سلام، سلام يا الشاعر، سلام سلام يا الشاعر، سلام. نتمنى لك التوفيق يا رب العالمين. المركز الثاني الهائله، خذت المركز الثاني الهائله للسيد سهيل بن اسود العامري، المركز الثالث طلب للسيد محمد بن سلطان الاجتبي، والمركز هناك الرابع والخامس عند اللجنه مشاهدينا الكرام. التوقيت 7:58 مشاهدينا الكرام على مهجه لخذت المركز الاول بكل قوه وبكل جداره للسيد سعيد بن احمد بن دري الفلاحي. هنيالك يا ابو عسكور، هنيالك على فوز مهجه مشاهدينا الكرام.